الخبر الاول اللي عدنا عن انس الشايب وهل هو فعليا مهدد. بدل ما تعرفون يا حبايب انه انس الشايب نزل شويه ستوريات كان يعتذر بها ويعترف بها انه هو اللي خسر بالمباراه، ولكن اغلب المتابعين لاحظوا انه انس الشايب نوعا ما كان خايف ومرتبك بهذه الستوريات وصار يقول انه انس الشايب هو مهدد، وهذا الشيء اللي جبره انه هو يطلع يقول هذا الكلام بالستوري. وطبعا ما تدرون يا حبايب انه راشد هو فعليا واحد من اغنى الاشخاص اللي بدبي كلها، وهو كان اغنى طفل بدبي كامل، ومصبر ويا ميسي وكريستيانو نوعا ما يعني ايد الطاوله نقدر نقول. فناس يقولون انه هو انطى انس الشايب فلوس، وناس يقولون انه هو هدد انس الشايب انه هو يستفر من دبي ويسحب الاقامه مالته. ودليل على هذا الموضوع يا حبايب انه اليوم انس الشايب نزل هذا البوست اللي هو ما زال يصر على قراره، وبين قوسين كاتب الفلوس لا تصنع مقاتل، ولو يقصد انه الفوز اللي فاز راشد مباراه هو كان عباره عن فوز غلط، ويوضح نوعا ما بطريقه غير مباشره انه هو كان مهدد بالستوريات. وما ادري كمان يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع. ننتقل حاليا لقمر مار وهل هي راح ترجع لفريق نور مار. فطلعت هذه الاشاعات يا حبايب بعد ما قمر نزلت هذا المقطع على حسابها بالتيك توك، وبهذا المقطع يا حبايب اغلب لاحظوا بهذه اللقطه انه بس نصت قمر نيرمين مار كان تصورها، فالممكن انه قمر مار نوعا ما تحن الفريق اللي ترجع له يعني، خاصه انه قمر يا حبايب اليوم نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات كانت تقول بيها انه هذه فتره كل شيء مكتئبه وضايجه وما قادره انه تقدر تنزل بشكل مستمر. ما ادري صراحه كلامها واضح انه كلش ضايجه بنشوف في الستوريات مالتها. يعني حصل بالنشر بس احتمال النشر يكون اقل من قبل بهالايام، وانا شويه نفسيتي تعبانه يعني انتم اكيد يعني كنتوا تمرون بهيجي اوقات نفسيتكم تكون تعبانه، فيعني مالي هم خلق الواو حتى انشر، فراح افضل كم يوم اغيب شويه وراها يعني ارجع انشر لكم نفس قبل هيجي، بس تخافون يعني موجوده اني فهمت. بس تشوفون اليوم طالعه هيجي بالمول شويه ارفع عن نفسي وحدي، فيس يعني ان شاء الله بستغل نفسيتي ارجع لكم اقوى من قبل. فكتبوا يا احبابي بالكومنتات هل تتوقعون انه قمر راح ترجع الفريق او لا؟ روح حاليا نور مار وشنو رد على يارا مار؟ فبعد ما يارا يا حبايب من امبارح طلعت هددت انه هي راح تنشر الفيديو اللي هو يخص قمر يثبت انه هي مهدده، الفيديو مال المحامي نور مار نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست يا حبايب اللي كان بهذه الصوره، وهذا البوست كان كاتب يا حبايب لما عاد اهتم لشيء، واللي هو واضح انه متابعين انهم قاعد يقول هيك انه قصدي انه ما يهتم شنو ما تنشر يارا خلي تنشر وما راح يهتم. فكتبوا يا احبابي بالكومنتات شو رايكم بهذا الموضوع؟ هل تتوقعون يارا راح تطلع تفضح كل شيء او لا؟ وبس طول انها وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناه لانكم فهد الزين من قناه من مكس القصص، ومع السلامه.